طيب احنا بنسمع في حالات كتيره جدا ان حد يقول دي جريمه. جريمه يعني في فاعل وفي مفعول به. هل دي ليها توصيف قانوني ليها فاعل ومفعول به جريمه ان حد يقبل على انهاء حياته؟ لا، احنا ما عندناش تجريم للعمليه دي. يعني لو حد عمل ده وربنا يعني انقذه، ما عندناش، يعني بيتعمل محضر وبيتسأل ان كان في دوافع، ان كان في حد دفعه، ان كان في حد سهل له استخدام ادوات معينه، لانه في الحاله دي يبقى حد شارك في الدفع لجريمه. يبقى هنا الشخص ده هو عمل جريمه ولكن استخدم الضحيه كأداة تنفيذ الجريمه. بالظبط، صحيح، ماشي. فهنا المحضر لما بيتعمل ما بيتعملش للشخص نفسه اللي اقدم على انهاء حياته باعتباره متهم او مجرم، وانما بيتعمل علشان يتفهم الملابسات بيبقى شكلها عامل ازاي، وفي الغالب بيتحفظ وخلاص وبنكتفي بالسلامه للشخص نفسه. يعني الاشخاص اللي دفعوا شخص لانه ينهي حياته دول، حتى لو كانوا دفعوه بفعل فاعل عشان هو يبقى اداه لانهاء حياته بنفسه، غير مجرمين وفق القانون؟ يعني اذا ما كانتش واضحه، اصلا انا هقول لك على حاجه، احنا ممكن ندفع حد بنحبه جدا لانهاء حياته من غير ما نقصد لكذا سبب. يعني انا في تقديري احنا عندنا مفهوم مغلوط جدا للحب والرعايه لاولادنا في الاسر المصريه كلها. انت لو رجعتي تقارير الصادره عن منظمه الامم المتحده للطفوله اليونيسف، انا لما حضرت استراتيجيه كانوا بيناقشوها في مصر، استراتيجيه وطنيه، واستندوا لبعض الارقام، انا قلت لهم لا، اكيد في كائن فضائي خارجي هو اللي بيجي يلطش في العيال، لان احنا بنتكلم على معدلات عنف ضد الاطفال بمعدل 9 من كل 10 اطفال بيتعرضوا للعنف المنزلي، و8 من كل 10 اطفال بيتعرضوا للعنف في المدرسه، اما عنف ايذاء بمعنى الضرب او عنف لفظي بمعنى الشتيمه والاهانه والكلام والممارسات اللي بتتم دي. انا صدمتي في الارقام ساعه، لا انا مش مستوعبه بصراحه، يعني كل هذا الكم من العنف في البيوت المصريه المدفوع بالحب. وخليني اقول لك ببساطه كده، انا خايف عليه، عملت كده عشان خايف عليه. دوره حياه الاطفال والشباب وعلاقتنا بيهم الحقيقه لما نراجعها، وانا عايزه كل الاسر اللي بتسمعنا تراجع اللي انا هقوله ويقولوا لي انت غلطانه، احب جدا لو قالوا لي انت غلطانه. احنا عندنا اول سنتين بتوع يا اختي يا قطه يا بطه يا حلوه والتهشيكه واللعب والكلام ده كله، اللي هو طول الطفل معاه من زي العجينه في ايدك وانت بتشكليه وبيسمع كلامك وتحطيه من هنا وتشيلي من هنا. انا بسميها مرحله الشنطه، انه الطفل عامل زي الشنطه، انت اللي عماله تشيلي وتحطي وتخرجي بيه وترجعي بيه. 3 سنين الأطفال بيبقوا واقفوا على رجليهم وعندهم قدر من الإرادة يعبروا عن شخصيتهم، عايز يلبس، مش عاجبه الأكل ده، مش عاجبه اللبس، من 3 سنين. فنبدأ نشخط ونزعق ونضرب، صح ولا لا؟ طيب 4 سنين انت بتحضري عشان يدخل الحضانة الذرية النووية علشان يطلع عميد الطاقة النووية في العالم، غير الضغوط والاستهبال بتاع المدارس والكيجيهات وتقديم المدارس اللي بيضغط على الاهالي بشكل فظيع جدا، فبيضغطوا على الاطفال. تبص تلاقي في تقديم المدارس كانهم رايحين انترفيو لكليه الطاقه النوويه، في ايه؟ ده المفروض انه عيل عنده 4 سنين بيلعب، صح، وانترفيو الحضانه بس عشان يتاكد من ان هو زي اقرانه مش محتاج عنايه خاصه، بس مش المطلوب ان هو يبقى بكل هذا الضغط، فبنضغط على الاولاد. كل دول العالم المحترمه مفيش حاجه اسمها كتابه قبل ما يبقى يعني في اولى تانية ابتدائي، لان عظم ايده نفسه ما بيبقاش يتشكل بشكل يقدر يتعامل. لا، احنا ما شاء الله بنشيل العيال من كيجي شنطه تجيب لهم اتب في ظهرهم، انحناءات في العمود الفقري، وبنخليهم يكتبوا جدول الضرب اللي انا لحد دلوقتي مش حافظاه ومش فاهمه مطلوب نحفظه ليه، وفي كالكوليتر في الحياه دلوقتي. فمن اول ما الولد او البنت بيدخلوا المدرسه احنا دخلناهم المفرمه، يرجع من المدرسه غير، اغسل ايدك، ادخل مش عارفه ايه، رتب شنطتك، رتب هدومك، تحولت العلاقه دايما تقارنيه بالاخرين، وطول الوقت اذا صاحبك عمل كذا وانت ازاي ما عملتش. لا لا، غير بقى اتفرجي على مشاهد الامهات الجميله وهي بتجرجر العيال في النوادي ويعيطوا ويصرخوا ويدبدبوا في الارض عشان مش عايزين يلعبوا اللعبه اللي هي كان نفسها تلعبها وهي صغيره. يا ستي بتحطي احلامك على كتاف العيال الصغيره ليه؟ ما تروحي انت تلعبي سباحه ولا باسكت ولا تنس ولا اعملي اللي نفسك فيه.
انما دي هوايه ما ينفعش اجرجر. لما تبصي بقى على القصه دي، تعالي سته ابتدائي كانه داخل بتاع، لما يبقى عندي اربعه خمسه السنه دي انهوا حياتهم بايديهم في امتحانات الثانويه العامه ليه؟ علشان كميه الضغوط الرهيبه. المشكله ان الاسر المصريه الابهات والامهات بيحطوا احلامهم على كتاف ولادهم وبيتباهوا بان هم عملوا كده، بعيدا عن فرحتي بيه انه قدام الناس انا ازاي ابني ما يعملش. فتبص تلاقي الولد او البنت مش عايز يدخل كليه الطب ونفسه يدخل كليه تربيه رياضيه، لا ازاي لازم يطلع دكتور عظيم، عايز يدخل بيزنس ولا كليه تجاره وشاطر وشاطره في الحياه البيزنس والتجاره وكده، لا لازم ندخله هندسه ازاي ما يطلع. فانت بتضغطي على الناس لانك متخيله انك بتحبيهم بس الحقيقه ده قمه الايذاء، متخيله ان ده الاحسن بس مش قادره تعرفي ان ده كان حلمك انت مش حلمهم هم. طول الوقت بقول للاهالي ما تحطوش احلامكم على كتاف الولاد فتأذوهم. ولو سمحتوا حطوا تحت الجمله دي 50 خط عشان هنعرف دلوقتي فكره من الحب ما قتل اللي كلنا عمالين بنتكلم عليها دي.